التوفيق بإذن الله. خلينا ناخد اختيارات النهاردة أعزائي المشاهدين والمتابعين. الأهداف اللي قدامنا يعني كان هدف محمد هاني عشان الكرة بادية من تحت، بدأت من تحت قوي، اشتغلت حلو قوي في أقل عدد من التمريرات. أدي كرة كانت هجمة للمقاولين، تبدأ الهجمة من تحت من عند الحارس مصطفى شوبير، يبدأ عن طريق هاني اللي بينهي الكرة بهدف لفرقته، حاجة جميلة جدا يعني. ادي واحدة هنعد. هاني بمنتهى الهدوء يحسب على فرقة المقاولين، الضغط كان قليل، يحسب جدا عليهم. ادي اتنين، ادي تلاتة. هاني طويلة بقى جميلة، ادي اربعة. طاهر اختار المكان الجميل، خمسة عند امام اختار المكان الاحسن، ستة. هدف، هدف جميل جدا جدا لمحمد هاني وللنادي الاهلي، وده الهدف اللي ضمن للنادي الاهلي الثلاث نقاط. ادي هدف اليوم اعزائي المشاهدين. صدت اليوم الحقيقه النهارده احمد مسعود حارس مرمى نادي الجونه، انقذ انقاذين رائعين، احترنا ناخد اي انقاذ منهم، لكنه هو صاحب صدت اليوم. بص حضرتك المسافه عامله ازاي والرياكشن ورد الفعل عامل ازاي، رائع رائع. لكن نجم الاسبوع بلا منازع من قبل ما مع حضراتكم هو محمد بسام، اللي عمله امبارح محمد بسام اكتر من ممتاز، لكن هنا احمد مسعود صدت اليوم الحمد لله على السلامه. مدرب اليوم بالتاكيد على عبد العال، يعني انا كنت هاخد احمد عبد الرؤوف بس طبعا زملائي في الاعداد والله هم اللي بيختاروا، لكن علاء عبد العال الحقيقه اللي عامله مع فريق الجونه يستحق عليه كل تقدير. يعني كانت المنافسه ما بين علاء عبد العال وما بين احمد عبد الرؤوف، لو استمرت النتيجه 3-0 كان هيبقى احمد عبد الرؤوف، لكن علاء عبد العال يستحق كل تقدير. طيب نجم اليوم بقى بعيدا عن الدوري العام، خلينا نحيي ونهني نجمنا عمر مرموش. عمر مرموش بيسجل هدفين النهارده، تاني لانتراخت فرانكفورت لفريقه امام يونيون برلين وبيفوزوا 3-0، هو اللي سجل هدفين الاولانيين. الاسبوع اللي فات مسجل في بروسيا دورتموند هدفين، وبروسيا دورتموند خسر 4 النهارده من فريق بايرن ميونخ، وهاري كين سجل ثلاثيه. لكن انا يا ريت كان نفسنا صوره بوش عمر مرموش يعني، لكنه في كل الاحوال نجم من النجوم، بعتقد يعني شيء رائع جدا، ودايما بنساند اولادنا اللي موجودين في الخارج. اما لقطه اليوم فهي رساله ولا اروع ولا اجمل ولا احلى يعني، ومن كان رزقه على الله فلا يحزن. انور الغازي، انور الغازي وقفه كان ماتش في الدوري الالماني وبيلعب في نادي ماينز، بعد ما خلص الايقاف قال لك موقفي لم يتغير. راح قالوا له طب يا عم بالسلامه احنا فسخنا عقدك، قال لك ولا يهمني، قول الحق ولو انت لوحدك، ولا فرقه معاه خالص على الاطلاق، وهي كلمه تدرس يعني. ما هو يعني ما هو الناس والله ما هتفهم، ده دايما بيحطوا ترجمه يا جماعه، فانا طبعا مش هقراها يعني، دايما دايما بيتحط لها ترجمه يا جماعه. فهو قال كن بجانب الحق حتى لو كان ذلك يعني الوقوف بمفردك، فقدان مصدر رزقي لا يعني شيء مقارنة مع الجحيم الذي يطلق العنان له الأبرياء، يطلق العنان له على الأبرياء والضعفاء في غزة، أوقفوا القتل. هو راجل عنده موقف، عنده مبدأ، ربنا يا ابني يكرمك، ومؤكد إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله. طيب ده أهم حاجة بالنسبة لي.